النظام المغربي ايضا هو فاقد للشرعيه. اللي يخرص لك نظام المغرب ويقول لك ذا فاقد الشرعيه، هذا يتكلم مع متكلم مع الاغبياء. مع تتكلم؟ نظام المغرب الشرعيه، شرعيه الحكم مستمده من 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 نظام مملكه قديمه عند 14 قرن، مملكه يعني هي مؤسسه ملكيه حاكمه المغرب عند 14 قرن، بالتالي مستمد منها شرعيته. وبالنسبه للواقع على الارض، على القوة وعلى الارض، مستمد شرعيته ملي من تحالفاته، موقعه في تحالفاته القويه، يعني تكتلاته القويه مع الولايات المتحده الامريكيه، مع فرنسا، مع اسرائيل، مع الاتحاد الاوروبي قاطبه، مع دول الخليج. بالتالي هذه التموقعات البوليزاريو ولا حتى الجزائر ولية أمر مخسور تندوف ما هي له تحلم أنها تتموقع هذه التموقعات إلى يوم ينفخ في الصور. هذه التموقعات المتموقعة على المغرب في موقعه العربي رئيس لجنة القدس، وموقعه في الدول العربية، وموقعه مع الأمريكيين ومع الاتحاد الأوروبي ومع الإسرائيليين، يعني هذه تحالفات قوية. إذن هذه هي الشرعية، هذا هو اللي قد حدد عنده. النظام الصهيوني فاقد للشرعية، والنظام المغربي أيضا هو فاقد للشرعية. إذا لا لا أهلا بكم طبعا لأول مرة لحظة لأول لحظة هاي بعد العيون حالا حالا مولي. أهلا بكم طبعا لأول لحظة ولآخر اللحظات فيه شعار مرحبا وسهلا. مع كامل بعد تقديري لهذا الرجل، عاجبني بعد قاع هو اولا، لانه اصلا هو اللي مسمي جويش البوليزاريو جويش ريدي، وعاجبني لانه ما قدم النقد لكن قدمت الناس. عاجبني هذا الراجل على ياسر والميزات فيه من متن العلبه والشخصيه. يقارن هون هذا الكلام اللي يقول، يتكلم ويقول لك فاقد الشرعيه. هذا الراجل انا ما كنت شاك عنه، كنت شاك عنه شويه ثقف من هذا. بي النظام عنده الشرعيه وارث ابن عن جد، مؤسسه ملكيه منذ 14 قرن. ثاني قد يقول شيء ثاني يتطرق لروايه ثانيه بان هذه الشرعيه يعني وما الشرعيه. وهم دائما دائما لا ذاك اللي فاقدين، هم يعيبوا فاقدين يعيبوا به الناس. الشرعية حد يخلص نظام المغرب ويقول فاقد الشرعية، هذا قاع ما نعرفكاش يتكلم. قد تقول عنه لو فيماتكم، تقدر تقول عنه ياسر يا قربع تقول فاقد الشرعية، هذا قاعد تقول هلمن نظام ملكي يخليها لولد من عاد المربط على الشرق. وانا بعد راني لكم ماني مدافع عن حد يا غير الواقع نقوله، الا الحقيقة نقولها. شفتوا انا لا الحقيقة نقولها وتوف، ولا اللي ذاك يتوجد وتوف، الا اللي عنده شيء يقول، ولا الا وجدوا حقائقكم. احنا انا اللي نقول لكم الا الحقيقه، شي ما هو الحقيقه في الدنيا ما تسمعوا مني. وراي هنا تياها الالاف المؤلفه من الموريتانيين تشهد على اللي نقول. حد يخرص لك نظام المغرب ويقول لك ذا فاقد الشرعيه، هذا يتكلم مع متكلم مع الاغبياء. مع من تتكلم؟ نظام المغرب الشرعيه، شرعيه الحكم مستمده من نظام المملكه
قديمة عندها 14 قرن مملكة، يعني هي مؤسسة ملكية حاكمة المغرب عندها 14 قرن، بالتالي مستمد منها شرعيته. وبالنسبة للواقع على الأرض، على القوة على الأرض، مستمد شرعيته ملي من تحالفاته، موقعه في تحالفاته القوية، يعني تكتلاته القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرنسا، مع إسرائيل، مع الاتحاد الأوروبي قاطبة، مع دول الخليج. بالتالي هذه التموقعات لبوليزاريو ولا حتى الجزائر ولية أمر مخسور تيندوف ما هي له تحلم أنها تتموقع هذه التموقعات إلى يوم ينفخ في الصور. هذه التموقعات المتوقعة المغرب في موقعه العربي رئيس لجنة القدس، وموقعه في الدول العربية، وموقعه مع أمريكا، مع الأمريكيين، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع الإسرائيليين. يعني هذه تحالفات قوية. إذن هذه الشرعية، هذا هو اللي قد حد يعود عنده الشرعية. أما هذا التيتي الثاني هذا تقول له شيء من الأحلام.